ادي المنظر اهو قبليها، بنعمل بعد كده الفولو اب عشان نشوف فيه ريزيديوال ولا لا. دايما بيبقى بالتراي فيزيك سبايرال سيت سكان، وده المنظر ده الكواجل، ده النكروتيك اريا اللي بدان سودا في السي تي، مفيش انهانسمنت، وده ليجن تاني اهو. بص زي ما احنا شايفين هنا، ده جنب ايه؟ ده هنا ايه؟ ده الرايت بورتال بوستيريور برانش اوف ذا رايت بورتال فين. هنا المين بورتال هيبقى كده، الرايت بورتال هيبقى في الرايت لوب، هيدي انتيريور برانش هيخش كده، والبوستيريور اهو ده، ده لازق فيه. فالرايت بورتال ده بلاد فلو هيعمل هيت سينك افكت. ففي ليجن زي ده انا لازم استخدم ايه؟ مايكرويف اهو. ده المنظر بيفور وده المنظر بعديه. لو ملاحظين هنا شوفوا التيومر حجمه، مثلا لو قلنا ده 3 سم، الابليشن هنا حوالي 4 سم. احنا وي تراينج ان اول ذا ماشينز ان احنا تو تيك 1 سنتيمتر اراوند ذا تيومر، وي كول ات سيفتي مارجن. زي الجراح لما بيعمل عمليه بيشيل التيومر وياخد حواليه سيفتي مارجن تو ميك شور ان مفيش اي ريزيديوال باقي. فكلما كان السايز اوف ابليشن 1 سنتيمتر مور ذان ذا تيومر، يبقى انا الابليشن بتاعي مور سكسسفول، واللايبيلتي للريزيديوال والريكرنس هتبقى اقل. حاله ثانيه هي دي سب كابسولر ليجن، ده بيفور اند افتر، وهنا اهي دي بيفور اند افتر ذا تريتمنت، نفس الكلام بيفور وافتر. وهنا نبص بقى على الطبيعه للاجهزه عندنا. حد عايز يسال اي حاجه؟ احنا موجودين بقى معاكم لو في حد عايز يستفسر، انا والدكتور وليد بروفيسور اسود، لو حد عايز يواجه اي سؤال.